أما هلأ سلمى لمحطتنا الثقافية، وصادف يوم 10 يناير يوم المسرح العربي، واحتفالاً بهذا اليوم تم عرض عدة مسرحيات اختلفت مضامينها وأفكارها بالمحافظات السورية. والمعروف أن المسرح هو أبو الفنون وأعرقها على الإطلاق، وفن جماعي لا يمكن مقارنته بالفنون الفردية والروائية، بحاجة إلى متطلبات عديدة وعدة مقومات لاستمراره. فما حال المسرح سواء في سوريا أو العالم العربي؟ رح نتعرف على كل هي الأمور مع الأستاذ جوان جان الناقد والمخرج المسرحي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك استاذ جوان. اهلا وسهلا. يعني اليوم اكثر من 150 سنه مرت على بدايه المسرح السوري مع مؤسسه ابو خليل القباني الى اليوم. زمن طويل ومحطات عديده مر بها هذا المسرح، ولكن اليوم كيف تجد حال المسرح السوري؟ طبعا المسرح السوري لم ينقطع عن تقديم اعماله المسرحيه في السنوات الاخيره، وشأنه كشأن السنوات السابقه والمراحل السابقه التي مر بها. هو يعني يمكن ان نقول انه يمر بحالات مد وجزر حسب نشاط المخرجين، حسب توفر النصوص المناسبه لان تقدم على خشبه المسرح. المسرح السوري اليوم موجود ليس في دمشق فقط ولكن في المحافظات السورية. طبعا هناك عدة مناسبات تعود فيها الروح إلى هذا المسرح، مناسبات سنوية مثل احتفالية أيام الثقافة السورية التي تصادف في الشهر 11 من كل عام. أيضا هناك مهرجان مسرح الطفل على سبيل المثال الذي بدأ بالأمس في دمشق والمحافظات. فإذا يعني الحركة المسرحية مستمرة والفنانون المسرحيون موجودون على الساحة. تمام أستاذ، خلينا نحكي عن يوم المسرح العربي بشكل عام. طبعا اليوم العربي للمسرح يصادف في الشهر في اليوم العاشر من كانون ثاني من كل عام. في هذا اليوم يكلف فيه مسرحي عربي بكتابة كلمة اليوم العربي للمسرح، وتقرأ هذه الكلمة في مهرجان المسرح العربي الذي يقام في نفس الشهر. هذه المناسبة تقام منذ العام 2008 وهي متجددة، ويكلف في كل عام مسرحي عربي من المسرحيين السوريين الذين كلفوا في السنوات السابقة الفنان المسرحي زينات القدسية. طيب أستاذ جوان، يخلينا نقول العمل كل سنة عم بيكون فيه مثل حالة من التقييم وحالة من المشاركات وإن كانت بسيطة بظل الظروف. نحكي عن مشاركات 2022 السورية المسرحية خارجاً إذا كان فيه. طبعاً من أهم المشاركات السورية في العام الماضي 2022 مشاركة عمل مسرحي للمسرح الجامعي في حمص، مسرحية كائنات من ضوء للمخرج حسين الناصر. شارك هذا العمل في الملتقى الدولي للمسرح الجامعي في تونس في شهر تموز الماضي، واستطاع الحصول على 3 جوائز في المهرجان على صعيد الإخراج والتمثيل. يعني والمسرح السوري متواجد بشكل دائم في الملتقيات والمهرجانات المسرحية العربية ويحصل جوائز باستمرار. تمام أستاذ، يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه كان في كثير من العروض المسرحية يلي أقيمت بيوم المسرح العربي، إن كان بطرطوس أو بحمص، طاولة حوار، حكي جرايد، حكايات من دفتر اليوميات، يعني كثير من الأعمال كانت. كيف كان الإقبال؟ كيف كان الحضور؟ كيف كان التقييم لهذا الموضوع؟ شو بتخبرنا؟ طبعا كما ذكرت معظم المحافظات السورية احتفلت باليوم العربي للمسرح وتم تقديم أعمال مسرحية. الأقبال كان جيد جدا، خاصة وأن هذه الأعمال قدمت ليوم واحد. صحيح. يعني عندما يقدم العمل ليوم واحد فكل جمهور المسرح المفترض سيأتي لحضور هذه الأعمال. هي مناسبة أيضا سنوية يعني تحريك الجو المسرحي ويعني تحريض المسرحيين على تقديم أعمالهم الجديدة. أفكارها كانت بتعايش الواقع، المضامين اللي تناولوا هناك حرص على أن تكون المضامين كذلك. طبعا في النهاية الموضوع عائد اختيارات المخرجين، هم الذين يختارون مواضيع أعمالهم المسرحية، ولا يمكن أن يملي أحد عليهم مضامين هذه الأعمال، ولكن بالعموم يحرص المخرجون بشكل دائم
على تقديم أعمال تمس الواقع السوري بشكل أو بآخر. طيب أستاذ جوان، يعني باعتبار حضرتك ناقد، اليوم كثير من الأعمال ما زال بعض الفنانين الكبار يحرصون على أن يكونوا موجودين على خشبة المسرح، منه أن أيمن زيدان، أيضا طبعا المخرج عدنان الخطيب اللي هو دائما بيحرص، مأمون الخطيب بيحرص كل سنة يكون في له عمل مسرحي رغم كل الظروف الشاقة. كيف عم بتشوف هاي الحالة وكيف عم تشوف التلقي للناس؟ طبعا الأسماء التي ذكرتها وأسماء أخرى عديدة يعني موجودون بشكل دائم في المواسم المسرحية، والأقبال جيد، خاصة عندما يعني يحمل العمل المسرحي عناصر نجاحه معه، ابتداء من النص الجيد ومرورا بيعني الطاقم التمثيلي الذي يعني المقرب من الجمهور، خاصة إذا كان هناك يعني بعض الوجوه الفنية المعروفة. طبعا الجمهور يقبل على المسرح، هناك نوعين من الجمهور في الواقع، يعني الجمهور الدائم الذي يقبل على الأعمال المسرحية بغض النظر عن مستوياتها، والجمهور الطارئ أو الموسمي الذي يسمع بنجاح عمل مسرحي فيتوجه إلى الصالة ليرى إلى أي مدى يعني هناك توازن ما بين هذا العمل والسمعة أو الانطباع الذي تركه عند الجمهور. طيب أستاذ، يعني اليوم كثير من الناس للأسف ما بيركزوا على دور المسرح، أنه هو مسرح للثقافة وبس للترفيه، أنه إذا كان في مسرحية كوميدية أو غنائية خلص بنروح، غير هيك لا. هذا المفهوم تصحح اليوم ولا لا؟ هلا ما هو مفهوم خطأ حتى يتصحح، يعني الغالبية من الجمهور الحقيقة بيروحوا، صحيح، إذا سمعوا مثلا في نجم معين بمسرحية معينة بيروحوا حتى يشوفوا، هذا بالنهاية حقهم، يعني مو كل الجمهور مختص ولا كل الجمهور أكاديمي حتى أنه يكون حريص يحضر الأعمال المسرحية كلها ومشان يقارن بالمستويات إلى آخره. هاي الحالة موجودة، وأنا يعني ما لي ضد هاي الحالة، لأنه في كل العالم هناك بعض العروض المسرحية تستقطب جمهور واسع، هناك عروض مسرحية تستقطب جمهور محدد، هذا أمر طبيعي. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير أستاذ وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا لك. شكرا لاهتمامكم. شكرا لكم. شكرا كثير لك أستاذ.